المغرب راه ما فيهاش لابخو نهائيا، باش نكونوا واقعيين، يعني غير الفنان من تلقاء نفسه كيتقاتل بإدارة الأعمال ديالو، مساعدة إدارة الأعمال ديالو، كيتقاتلوا كاملين كيحاولوا أنهم ينتجوا واحد الحاجة اللي تكون في مستوى ديال الناس. راك عارف نتايا المغرب راه ما فيهاش لابخو ديكسون، مالوغوزمون يعني الفنان من تلقاء نفسه كيحاول أنه يجتهد، وما كيتسناش الفرصة تجي. الالبوم كما قلتي الالبوم راه صعيب، الالبوم ماشي هاجي دار البوم راه عارف جا البوم كنشوفو في المشاريع الالبومات تيديروهم الشركات الانتاج، فاحنا يا مغربي مسكين الفنان غير مقاتل باش يدير اغنيه خاصو ميزانيه كبيره، وشوف واش ترجع ليه من ارباح ولا ما ترجعش ليه. يعني خصك تعرف ان انا لذلك انا كنتقاتل وباقي حتى الان انني كندير مجهود باش نواكب نواكب الفنانين ونواكب النجاح، لان خصك تعرف ان صعيب وصعيب انك تنتج غير اغنيه وحده، خاصك بزاف وبزاف، وكما كتعرف اننا لو بغيتي واحد الحاجه خصك تقاتل عليها.